السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. وحشاني وحشني كتير، بقالي يومين ما عملتش حاجه. بس امبارح كنت النهارده الحد كنت عامله لايف، بس ما كانش ناس كتير عشان كان عندكم الصبح بدري. دلوقتي ان شاء الله هنعمل قرنبيط، افكار يعني للسحور او للغدا الايام العاديه. هنعمل قرنبيط، الميه دي ميه نسلق فيها القرنبيط، حط فيها حبه ملح قليلين، وحط فيها نقطه كمون عشان الغازات وعلشان الانتفاخات وكده، وما يعملش ريحه في البيت او في المطبخ. اودي القرنبيط اهو، هنحطه في قلب المية ونسيبه 5 دقايق يتسلق. ما بيتسلقش كتير، ولما تحطيه في المية ما تقلبهوش عشان ما يتكسرش. افكار يعني للغدا في الايام العاديه، فطار، سحور، للناس اللي بتحب تتسحر بالحاجات دي. هنسيبه 5 دقايق، نغطي الحله ونسيبها 5 دقايق، واول ما يستوي بعد ال5 دقايق من 5 ل7 هرجع لكم تاني. قبل القرنبيط ما يتسرق غطيناه اهو. قبل ما يتسلق ان شاء الله هنعمل بطاطس محمره، 2 معالق زيت، وهنحمرها في فرن البوتاجاز. ادي البطاطس اهي، تقطعوها زي ما انتوا عايزين تقطعوها، برضو من ضمن الافكار سحور فطار غدا يعني، وتبقى اكله مع بعض، الاكل المصري بتاع زمان. هتقطعوها مدور صوابع زي ما انتوا عايزين تقطعوها. ادي 2 معالق زيت، اورجانو ما اعرفش الصراحه اسمه ايه بالعربي، توم باودر، شطه للي بيحب الشطه، كمون، بابريكا، فلفل اسود، حبه ملح. هنقول من الاول من تاني، ملح، فلفل اسود، بابريكا، كمون، حبة شطة اللي عاوز شطة، توم باودر، اورجانو، هشوف اسمه ايه بالعربي واقوله لكم. وادي الطبق فيه 2 معالق زيت اهو، هندلق بقى عليه كمون، بابريكا، فلفل اسود، ملح، اورجانو، شطة، والثوم البودر، ونقلبهم سوا، وبعد كده نخلط بيهم البطاطس كويس قوي، وبعدين هقول لكم هنعمل فيها ايه تاني. خلطنا 2 معالق زيت على التوابل، الكمون والفلفل الاسود والملح والثوم بودر وحبة اورجانو ونقطة شطة للي عاوز، وبابريكا، دي التوابل اللي احنا حطيناها. هندلقها دلوقتي على البطاطس. هنقلب فيها البطاطس كده واجيلكم. ادي البطاطس اهي بعد ما قلبناها، نسيبها 10 دقايق شويه عقبال الفرن ما يسخن عشان احنا هنحطها في الفرن. وادي القرنبيط اهو بيتسلق، وادي فاضله 12 ثانيه القرنبيط اهو بعد ما اتسلق.
بس طبعا سخن. هنعمله الخلطة بتاعته ونيجي. ادي البطاطس اهي حطيتها، فرشت ورقة ألمونيا، ورقة فويل، وفيها ورقة زبدة، ودلقتها بالزيت بالتوابل بكله، وندخلها الفرن على نص ساعة، والفرن يكون والع وسخن من الأول زي الكيكة كده، وتولعيه على أعلى حاجة. هنشغل الألارم نص ساعة، 30 منت، 30 دقيقة. هنعمل الخلطة للأرنبيط. معلقة بيكنج باودر، ونحطهم في شفشق الخلاط، كزبرة وبقدونس، كوباية دقيق، أربع بيضات، معلقة ملح أو حبة ملح زي ما انتوا عاوزين، كمون. أنا الصراحة ما بعملش بالمعالق بقى، أنا عارفة المقادير وبحط كده زي ما انت حابة تحطي. بابريكا، كركم، فلفل اسود، وشطه. الشطه دي بحطها لما بكون هخلطها في الخلاط او في الكبه عشان بتتحن. هنحط البيض، ومعلقه ثوم من من المعجون الجنزبيل اللي انا عاملاه. هحط البيض البيض الاربع بيضات، نص كوبايه لبن، الثوم بالجنزبيل، ونحط له حبة مية. الطبق ده نملاه مية. ادي الخلطة اللي عملناها اهي للأرنبيط، كوباية دقيق، نص كوباية لبن، اربع بيضات، حبة كزبرة وبقدونس خضر يعني، بقدونس وكزبرة، والتوابل كمون وملح وبابريكا وشطة، ومعلقة توم بجنزبيل اللي انا كنت عاملاه او توم عادي، وحبة كركم، وحبة كزبرة ناشفة بس انا نسيت الصراحة اجيبها، يعني ما تلقيتش في الصورة. بس هنحط فيها الارنبيط ونطلعه منها، نحطه في الزيت هنا بس لما الزيت يقدح. الزيت قدح وحطيناه في الخلطه وحطيته، معلش ما عرفتش اصوره عشان بايد واحده، بس كلكم طبعا شاطرين وبتعرفوا تعملوه. هنقلبه دلوقتي نشوف الجنب التاني. ادي قلبنا الارنبيط على الوجه التاني او الناحيه التانيه، بقى لونه كده، وان شاء الله لما يخلص ويطلع هوريه لكم. الارنبيط اهوت بعد ما استوى، وادي حاطين هنا معلقه زيت مطرح مقلينا فيها الارنبيط. هنعمل عجه الارنبيط. العجه اهي، الدقيق، الخلطه اللي حمرنا فيها الارنبيط، على اللي طلع من على الفتافيت على حته ارنبيط، وهندلقها عليه ونحطها في فرن البوتاجاز. ادي البطاطس اهي لما طلعت من الفرن، طلعناها من الفرن دلوقتي وفضيتها اهي، مفيهاش زيت ولا اي حاجة، اهي يا دوب معلقتين اتنين زيت. الطعمية اهي اللي عملناها سوا انا وانتو، كسرت عليها بداية وهنحمرها دلوقتي بس ايه لما الزيت يسخن. ادي البداية اهي، نقلبها فيها كده
انا ما بحطلهاش ولا بيكنج باودر ولا بيكنج سودا، ما بحبهاش بيها، بحط لها بيضايه بس. وانا عاملاها معاكم، اللي عاوز يشوفها موجوده عندي في الصفحه، هقلبها ولما الزيت يسخن هبرها لكم. الطعميه هي بنحمرها او بنقليها، انا عاملاها في فيديو لوحده قبل كده، اللي عاوزها يشوفها. كل دي افكار للفطار في الايام العادية، لغدا في الايام العادية برضو، للسحور او في رمضان بعد كده في الخمستاشر يوم الاخرانيين لما الناس ما تبقاش عارفة تفطر ايه. الطعمية ايه بعد ما استوت، طول ما هي اول ما هتحطيها ما تحطيش فيها المعلقة خالص لما تلاقيها اتحمرت من تحت، تروحي قلباها. هنعمل دلوقتي الفول، النوع ده اللي انا بجيبه من المحل العربي. هنغسلها كويس قوي من الميه اللي فيها، وهنعملها عادي بزيت عادي وكمون وملح وفلفل. لا ما بحطلهاش ملح عشان بيبقى فيها ملح، ما بعملش عشان نعمله يعني ولا بقوطه ولا بتوم ولا باي حاجه، سهل خالص. هغسلها واجيلكم. حبة ملح وحبة فلفل، وادي الفول اهو بعد ما غسلناه، ومعلقة زيت، زيت زيتون، زيت ذرة، زي ما انتوا عاوزين تحطوه، زيت جوز الهند، اي حاجة. الفول حطينا له حبة كمون وحبة فلفل اسود، ما بحطلوش ملح عشان هو بيبقى فيه ملح. خلاص هندفع عليه. بعد ما خلصنا دي اخر حاجه اهي، ادي الطعميه، سلطه، القرنبيط، كاتشب، زيتون، رانش، العجه بتاعت القرنبيط، المخلل اللي عاملينه سوا، البطاطس، الفول. كل دي افكار للسحور او افكار لايام في اواخر رمضان الناس ما تبقاش عارفه تعمل ايه، فنعمل الحاجات ديت. عجة القرنبيط والقرنبيط والبطاطس ما تحمرها بمعلقتين اتنين زيت بس، والفول والطعمية والسلطة والقرنبيط. كل سنة وانتم طيبين ان شاء الله، ورمضان كريم عليكم. وانا عملت الافكار دي عملتها مرة واحدة بدل ما اعمل كل فيديو لوحده، فانا عملتهم مرة واحدة وان شاء الله الافكار دي تعجبكم للسحور. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. واللي عاوز اي حاجة يقول لي وانا ان شاء الله اعملها له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.